اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل بوير بوينت احتراف محرك. نقوم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على تطبيقات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى أسفل والبحث هنا عن تطبيق بوير بوينت. سوف يظهرنا على هذا الشكل، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق بوير بوينت، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم بوير بوينت. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة.